صباح الخير كافية، كيفك؟ يعطيكم العافية. صباح الورد لقيكم جميعا، يعطيهم العافية جميع كادر العمل خلف الكواليس. رح ناخذ فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا. سيفوي جودة وسعر وأي كم؟ تمام، احنا كاميرتنا ثلاثة شف. يلا اوكي. رح اليوم شف علا تعمل لنا كفتة بالورق دوالي. نعم، بورق العنب، ورق الدوالي. اوكي، وكمان رح نسوي كمان هريسة، والهريسة هريسة شوارع. تمام، اهلا وسهلا فيكم جميعا، وشكرا على حسن المتابعة. بدنا نضل نطبخ، وبدنا نضل ناكل ونشرب، وبدنا نكون ناس ايجابيين. صح، واللي من الله حياه الله هلا وبعدين والعمر كله، اللي الله كاتبه بده يصير. ومن خلال مطبخ يوم جديد احنا جاهزين دائما ان شاء الله خلف القيادة الهاشمية لحتى نضل احنا عنصر ايجابي في منازلكم. رح نستعرض مقادير وصفتنا لليوم، والطبق الرئيسي رح نقدم لكم وصفة الكفتة بورق العنب، وصفة اذا اكلتها بصير عندك ادمان، واذا ما اكلتها رح تحاسبك نفسك، واذا جربتها رح تعملها اكثر من مرة خلال الشهر. خلينا نستعرض مقادير الوصفة على الشاشة. احنا بحاجة اليوم الى الكفتة. الكفتة رح نعملها من الصفر وطريقة تحضيرها. بالنسبة للحم احنا بحاجة الى 750 جرام لحمة خروف بلدي، يعني كيلو الا ربع. 250 جرام من لحم العجل البلدي، و100 جرام من الدهنة اللي هي اللي هي. تمام، لية خروف أو دهنة خروف. بعدين إحنا بحاجة إلى ربع كوب من البقدونس الناعم، 2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي، 1 بصل مفروم ناعم، طبعا بصلة ورح نعصر ميتها، وملح وفلفل، هذا بالنسبة للكفتة. بالنسبة لورق العنب إحنا بحاجة إلى ورق عنب فريش مسلوق أو اللي هو مخلل، وكمان رح نزل عليه شوي من الماء الساخن. ملح وفلفل فقط لا غير للحمة، ممنوع نغطي نكهة اللحمة بالبهارات. البهار المشكل رح أستخدمه شوي للخضار، رح أضيف المزيد من الفلفل الأحمر والأخضر للحصول على لدعة خفيفة، وممكن اللي هو معجون الطماطم ودبس الرمان رح يكون اللي هو الصوص، بالإضافة للقليل من الماء المغلي، الزيت النباتي، وحتى السمنة هيك نكهة خفيفة، وإلك حرية الاختيار باستبدال اللي بدك إياه. نقول بسم الله ونبلش نحضر طبقنا لليوم. محمد بن عيسى بقول تلبسوا طاقية، انتوا بالبيت بتلبسوا طاقية لما تطبخوا؟ لان احنا على الهواء، فبفعلك للهواء بيكون لنا كاركتر معين، ومنكون بالبيت لنا كاركتر معين. احنا كاتي في عالم المطبخ، بس اللي ما بيعرف يعرف. هذه الفقرة في عالم الإعلام تسمى فقرة العرض المطبخي. نعم، العرض المطبخي يعني أنه في حدا بده يطل عليك من خلف الشاشة، يفتح نفسك أو نفس السيدة تفوت مطبخها. صح، وتطبخ وتطلع صحون حلوة. لما أنا بدي أطلع بشكل مش مناسب أيا كان السبب، وأولها اللي هي تغطية الرأس أو حتى تغطية اليدين، الكفوف لابد من وجودهم، اللي هو هذا واجب علي كشف أو كطاهي، لأنه هذا من عناصر الفود سيفتي وسلامة الغذاء. بالإضافة لهالحديث الشيق، بما أنه إحنا عم نحكي في هذا الموضوع ولابد من التنويه عليه للي ما بيعرف، لأنه إحنا للأسف عم ننقل في الوضع الراهن كاثي، إحنا حافظين مش فاهمين، لابد من فهم الأصول في هذا الموضوع. هاي الفقرة عرض مطبخي من خلف الشاشات. صح، ما في حدا من عامة الشعب أو حتى من زبائن المطبخ أو المطعم بفوت من عامة الشعب في شعرة واقعة، في وسخة، أي شيء خلف الشاشات بعيدا عن المواطن. صحيح، المواطن هو رأس المال. صحيح. خلينا نصبح على عبد الناصر الشعوري. صباح الخير، شكرا جزيلا لحضرتك. سهاد الفقهاء، رهف التركي، مؤمن الشوابكي، انشرح، نحكي له صباح الخير والله يسعدك، بتقول الله يحميكم ويحمي هالوطن الجميل. أمين. يسعد قلبك. لينا زلطيمة أحييكي، خلص بتقرأي بعدين. طارق بنصبح عليه بنحكي له شكرا، بسلم عليك شيف، وسلام لأبو ماهر الحوراني. أيمن عواد كمان، مهند الربابعة، يس، غادة أيوب، أمل سويس نفع بنحكي لها صباح الخير، وهي من المتابعات يعني الوفيات لمطبخ شيف علا. نعم. أبو أحمد ايضا، ام رفيف، خالد العتيبي، استنوا بلشت تقلب، بلشت المشاركات. حسان، بالفعل شكرا، احنا يعني بالفعل بتحكي صحيح. نعم. عمار عزام، وايضا هناء، وام انس، ام حمزه. بعدين تعرفي كاثي، يعني والله مقاطع لحديثك، تفاجات
بالأمس. وبعض الناس المعروفة يعني غالبا الرجل أو السيدة، أنا ما بهمني يكون متعلم بقدر ما يكون مثقف. وهون تختلف هي الأهم طبعا. لازم تكون عارف بأنه الجلوفز أو اللي هو الكفوف الطبي يختلف تماما عن الخاص للأكل. صح. يا جماعة الطبي يحتوي على باودر. إحنا بنستخدمه فري باودر ليكون. صح. أكثر أمانا على الغذاء، فلا بد أنه نكون هيك أكثر ثقافة لحتى أنا لما. صح. أحكي كلمة أكون أدهى. صحيح. رح أنزل اللحم البلدي والعجل البلدي والبصل، أخذت لكم الكاميرا كذا مرة، مسكت البصل مفروم ناعم وعصرته، هاي كمان مرة للي ما شاف، ها شايفة عصرته، هاي المي ما بدي إياها، بتخلي اللحم تفك حتى في الكباب، وكمان ما بدي إياها اللي هي نكهتها. إذا أنا هون عصرت البصل وحطيت البقدونس. تمام. والزيت النباتي صح في دهنة، بس الزيت بيخلي اللحم تضل سوفت. تمام. تضل هيك ناعمة. وحطينا البقدونس والبصل، البهارات ملح وفلفل فقط لا غير، دون أي هيك كتير يعني مبالغة في النكهات. تمام. بكفي وزيادة ملح وفلفل فقط. سطام الزبن منصبح عليه. أم أيمن أيضا إنصاف الشخشير يسعد قلبك. رهف التركي، أم عنان، أبو العبد، هناء خندقجي، عم تطلع الأسامي بسرعة، تيماء الحراش عشان ما تكتبوا على كافي، أم محمد، والله شوفوا عم تقلبي بسرعة لإنه مرام بتصبح علينا من الرياض بتابعنا كل يوم، أماني بتصبح علينا، وأيضا أم يامن بتحكي صباح الخير. شكرا حبيبتي، الله يسعدك، شكرا جزيلا، محبوبة كافي، نجمك صافي حبيبتي قلبي. أم غرام وعبود وشمس الضحى من بلجيكا، تحياتنا لإلهم. وأيضا إدريس عميرات بحكي صباح الخير للسيد أبو حسين القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، الله يسعدك، بصبح عزلة سيدنا. محمد العودات، أم صقر بتصبح علينا، مريم وإلهام ورائدة بتحكي لك منور الدنيا شفعولة بوجود رضا. وأميرة الحتام لأم كرم المزيونة بتصبح علينا، ولبنى الجيلاني، سكينة سليمان، طارق بصبح علينا، الله يسعدك، شكرا جزيلا، شكرا. زين العمري بحكي لك أو بتحكي لك عفوا بدها بط محشي. هو ضل البط علينا بعد الزغليل، لازم بط. وانت ما تخليش اللي عملتي يا شيف أدلل. صبح على حنين كمان، و تغريد بتحكي لك هاي الأكل كتير زاكي دائما بتعملها. يلا خلص أكيد. هلأ بتعرفي شو بصير كافي، حموضة الورق بتنزل على اللحمة، ودوقي هالطعم يعني شوفي قديه، وأنا عارف في توافق بين هالنكهات. وأنا عارفة. هلأ بالنسبة لورق الدوالي. أوكي تمام، رح أغششك شغلة. غشي. أيوة. في مخلل اللي هو بيكون موجود فيه ملح وشوي من المواد الحافظة. صح. اللي هي حامضة وموجودة بالمرتبان، هاي للي ما بيقدر يشتري الكيلو بسبعة وبثمانية وبستة واللي بخزن شيف، واللي بخزن رح نعمل حلقة قبل رمضان إن شاء الله، نعيشنا والله عطانا عمر إن شاء الله يا رب. رح نعمل حلقة خاصة لطريقة الاحتفاظ بورق العنب أو ورق الدوالي أخضر وعلى مدار السنة ولمدة تزيد عن سنة كاملة ويضل أخضر بالفريزر. إذن أنا هون مستخدمة، إذا ورق أخضر بدك تسلقيه أوكي، وإذا كان معلب لازم تغسلي من المواد الحافظة اللي عليه، ولاحقاً بتنزل عليه بس ماء ساخن لا يطرى. هلا انا هون فردت الورقه، بعدين بجيب من الكفته وببسطها، في كثير خطا بوقعوا فيه السيدات، تخليها مثل الكباب وبتلفها وبتكون هيك سمكه. طب ما هي اللحمه هاي بدها تستوي بعدين يعني لابد هيك من شوي يكون الواحد عنده ذكاء كيف اتعامل مع المواد الغذائيه. طبعا. عم بلفها وبكبس عشان اطلع منها الهواء. طب سؤال شف، هذا السؤال إلي أنا. تفضل. كيف طب هلا ممكن مثلا تبع المرتبانات يكون أحمض من الفرش ولا الفرش أحسن؟ والله هذا تبع مرتبانات، شوفوا لونه ما أحلى. حلو، أنا حبيته. يجنن وطعمه حامض حامض كثير زاكي كثير. وسعره لا يتجاوز أكثر من دينارين أردني، فمش غلط أنا أكون أكثر ذكاء من طبعا غلاء الأسعار. بتصبح عليك إيمان عبدو وبلال وأيضا عبد أبو الليل، هناء خندقجي حبيبتي الله يسعدك، تحكي أول مرة بتابعكم. نعم. ولأول مرة بتشوف إنه البرنامج لطيف وخفيف دم بوجودكم. شكرا. رغد عواد صباح الورد، أم فارس حلو اسمك يا أم فارس، جميل إسماعيل، علي وأيضا أم نعيم، بسام بصبح علينا، أميرة محمد، لميس و
نحكي اسماء عائلاتهم كذا عشان ما يزعلوا علينا. لا صار الساحه فتهجر لانه طلع بدي. وايمان عواد سليمان وكمان ايضا ندوش لينا زلطيمو صباح الفل. محمد عواد العودات بحكي لك نعم. كيف بتقدري تعصري المي من البصل يعني كان هذا سؤاله. وبتعرفوا نحن هلا بما انه نحن قاعدين بالبيوت الكل صار يطبخ لانه عارفين احنا فيش شوي هيك مطاعم يعني ما فيش بنقدر ناكل من برا. هلا في بعض المطاعم حرام عم تعمل يعني شروط السلام العامه نعم. وعم تعمل الدليفري والى اخره ولكن هلا الكل عم بيطبخ اكيد. فهي من الطبخات يعني غنيه كافية. كمان وعليها ليمون برضه فيتامين سي بدنا نعيش بالطول بالعرض بدنا نعيش طبعاً. وهذا امر الله ونفذ يعني الحمد لله عليك. الحمد لله والحمد لله على كل شيء واللي مكتوب ما منه مهروب والله. يعني عندي أطفال العالمين. بدي أطعميهم عندي زلمة طبعا. بيطلع بخاطر بحياته بيشتغل لحتى يجيب لقمة العيش. فإحنا ما يعني خلينا نكون أكثر واقعية صح. يعني هذا التمثيل وهو المباغتة للآخر صحيح. والطعن بالظهر مش حلو أكيد. حلو أنا أدعم ابن بلدي اللي طالع من بيته يعني حتى على مستوى إحنا أشخاص إحنا بنات هالبلد صح. يعني طبعا. ما بنتجرد منها أبدا لا طبعا. إحنا تركين بولادنا وبيوتنا لحتى نقدم خدمة لها المواطن. فحلو انا اوقف في ظهر ابن بلدي حلو اني ادعمه صح. حلو اقول له صح. شكرا حلو اقول له الله يعطيك العافيه. هاي الكلمه يعني احنا بهالزمن بحاجه لها صحيح. فبدنا نطبخ اكيد كه. اكيد من نروح للشمال ولا اربد معنا سعديه. الو سعديه صباح الخير. صباح الخير كيفك ستي؟ بس لو تعلوا لي الصوت انا بالاستوديو مش سامعه لو سمحتوا. هاي الشيف علا معك. علا الو صباح الخير. صباحك شكرا. اهلا يا صباح العسل. كيفك شو اخبارك حبيبه قلبي؟ مشتاق له الصوت الحلو. الله يسعدك. حالك احكي لك انه والله وصفاتك كثير طيبه وكثير زاكيه وانا بجرب دايما والله. يا حبيبة قلبي الله يسعدك إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا وتطبقوا وإن شاء الله بيوتكم عامرة يا ربي باللقمة الهنية والأخبار الطيبة. عايدة الخريشة بتصبح علينا كمان أيضا بتصبح علينا أحمد أبو عايد وأبو حسام بصبح علينا عبد العزيز وأيضا نادين الذياب فاتن ومحمد الشطي وأيضا شكري. شكري تعال والله إذا قلنا قريب على التلفزيون تعال حط كمامتك وتعال أبدا. طب في معنا اتصال من عمان سارة. ألو سارة صباح الخير. صباح النور. كيفك سارة؟ الحمد لله نيحة؟ شكلك معطلة من المدرسة أنت ماخذ راحتها. واضح. أنا بحبك كثير وإحنا بنحبك وإحنا بنحبك والله كثير كثير. هاي شوف علا معك وأنا دائما بحترك والله. أهلين والله بالأمر صوت مش مسمعينه من علو لو سمحتوا. شكرا على اتصالك يا أمر. شو عملتي هلا شوف علا؟ غش ملح اوكي وفلفل اسود اوكي وبهار مشكل للبطاطا لانه فيها نشويات بتسحب الملح فبتبطل فيها طعم صح. خليني ازيد نكهتها بحط ملح فلفل اسود بهار مشكل وشويه من الزيت النباتي لحتى اخليها تضل حلوه وكمان تشد معي عند التحمير تمام بنفس الطبق مباشره بنزل البصل. البصل اذا ضل حاله شو بده يصير فيه؟ بدبل وبنحرق مباشره. فانا بحشره ما بين البندوره سائل البندوره و بخار البطاطا. والله انك فنانه. تمام بس بتحطي عليه نفس البهارات البطاطا ملح وفلفل اسود هو مش بحاجه للبهار المشكل أوكي. بتنكه من الباقي هاي فلفل اسود ولا حتى بحاجه للزيت انا ما بدي اياه يدوب بدي اياه يضل مبين. الكميه اللي بدك اياها قليله كثير اللي بدك اياه ممكن تحطيها جنب خبز ممكن جنب والله رز والله البصل معه طبعا خصوصا هلا بيحكوا لك البصل والثوم برضه كثير مفيد بالكورونا جداً. يعني بفيد لانه في بيعطي يعني هيك مناعه نوعا ما. جيبوا راس الثوم نقطه زيت زيتون ولفيه بورق فويل قصدير وعلى الفرن وهو بقشره وبعدين كليه. هذا عباره عن دواء للجهاز المناعي صح. جدا جدا يعني خرافي. تمام هي حطيت البصل اجيب البندوره مغسولة منيح بقشرها حمرة مستوية فيها سوائل عالية فيتامين سي برضو من السيف ويا شيف؟ أبدا خلص ما تقرأ راح تشوف الدورة حمرة مستوية وبلدية ملح فلفل أسود فقط ما بدي أحط بهار مشكل أغمق لونها أوكي معلقة من الزيت النباتي يمكن استبدالها بزيت الزيتون بصير بحركهم ببعض. أنت شف حكيتي لي إشي تحت الهواء عن السيف ويا اليوم
لما امبارح رحتي شريتي. ممنوع تفوتي المول الا تتعقم عربايتك وتلبس الجلوفز والكمامه، فشكرا جزيلا لحرصهم على البعد عن التجاره ومصلحه المواطن، وشكرا لكل حدا عن جد همه هالبلد، لانه بدنا نحافظ على هالبيت عشان كلياتنا نضل مبسوطين. يعني حرام في كمان، انا كمان يعني ذهبت لبرضه هايبر ماركت كبير كان عم بتبعوا نفس هذا الشيء. نعم. فدلاله على انه المسؤوليه ما الفكره اليوم ولا حرف ضبط، المسؤوليه المجتمعيه بين افراد المجتمع الاردني كله، يعني ما في حدا بيجي بيحكي لك ماليش دخل. لا، الكل عم بتابع والكل عم بيساعد والكل عم بعطي، وعن جد هذا الوطن بالفعل شعبه بحبه كثير، يعني من اكثر الشعوب الولاء وانتماء لوطنه هم الشعب الاردني. ما بقدر امسك حالي عن السمنه، سامحوني. ما حسيت، انا فكرت توم بدي اطلع هيك في سمنه تخدم. بدك تحطي اسنان توم بصير. في سمنه نباتيه، في سمنه حيوانيه، في سمنه بنكهه الزبده، انا بحب للون ها زي ما انتم شايفين. بس للون؟ نعم. لاني حاطه زيت خلص بكفي. أوكي. زياده. تمام، نغير الجلوفز تبعنا ونبلش نحضر بالدريسنج. هو عبارة عن 2 معلقة كبيرة من معجون الطماطم، بنلحقه بمعلقة كبيرة من دبس الرمان. ما رح تحسي بطعمه بس رح يعطيني حلاوة على حموضة يكسر الطعم. تمام. والقليل من الماء المغلي معك كاثي. تمام. بنصبح على فاتن وأم عبد العزيز الكركي، دعاء برضو بتصبح علينا. بدها الكلة الهريسة رح تشوفيها وعملوها على نفس طريقتك وبيحكوا كتير زاكية. رشت على البطاطا فلفل أسود وملح وبهار مشكل صح؟ نعم. سلمى يسعد قلبك، شكرا جزيلا. تالا بتصبح علينا من فلسطين من الخليل، طمنونا كيف الأوضاع عندكم بفلسطين. نسرين خلف بتصبح أمها وأبوها وأم خالد، وعبد ورائد الحويطي وهبة و جوجو. طبعا انا بنت هالبلد، ويعني كيف الواحد بده يعني الواحد خلص بلده شو بده، يعني دائما الواحد لما يطلع برا البلد ويتغرب ويرجع بشوف مرات قديش بلدنا يعني بنحبها قديش بتقدم لنا. انا حد والله من الناس بحب اروح واسافر، انا بدي ارجع عمان، وانا يعني ما بقدر ترجعي. هاي الاقامه بالخارج بالنسبه لي مرض وعم تضيعي، يعني هالامن والامان موجود عندنا، حلاوه البلد فعليا انا ما شوفي بقدر اقول لك احنا حلاوه شعبها بمحبته لبعضه البعض والله. الحمد لله. واحنا دائما لما نحكي عن اجهزتنا الامنيه بكافه تخصصاتها ما في بيت اردني بيخلى من الامن، يعني الا ما يكون واحد بيشتغل يا بالجيش يا بالامن العام يا بالدفاع المدني يا بالمخابرات العامه الاردنيه، يعني خلص مجبول هذا الشعب بحب هذا الوطن وبحب بعضه البعض، والواحد اذا بتنكر لاصله ملوش اصل. فالواحد بشكرك على هذه الكلمات عزيزتي. سوسن بتصبح علينا، سوسن شومان صباح الخير. ام صالح الحنيطي، ام نورس ومراد بصبح علينا من الدوحه، يسعد صباحهم. طيب احنا هون خلطنا المي لنص الطبق كافي، بدك تزيدي زياده يكون في مثل يخنه تحطي رز بصير، بدك جنب خبزه تغميس او غموس اللي بدك اياه بصير. انا حطيت لنص الطبق، بعد النص ساعه ساعه الا برجع بزيد مي زي ما انتم شايفينها. اوكي، وحطيت هون اللي زاد من معجون الطماطم، هلا مع المي كله رح ينزل ويتسبك. رح اسكره بورق فويل الرف الاوسط درجه حراره عاليه ساعه وصحه وعافيه. تمام. تالا احمد علا بتحكي لك الحجه بتحبك وبتدعي لك. الله يسعدك. الله يوفقك. الله يسعدهم. مريم بستوني من الرصيفه، ومنال قمر بتصبح علينا وهي بتحكي لك انا فخوره بالاردن وقيادته وحكومته واجراءاته الحكيمه لمواجهه هذا الوباء. انا اردنيه مقيمه بالخارج، تحيه لك ولكل الاردنيين المقيمين بخارج المملكه الاردنيه الهاشميه. سلسبيل بتحكي لك سوارتك الشوكه بتجنن، انت لابسه سواره شوكه. تفصيل من خارج الاردن. تمام. ام قيس او ام قيس بتصبح عليك، وايضا الامال أو الأمل بالله بتصبح علينا، لوريس بتصبح عليكي، خالد العتيبي يحمى الله الأردن ملكا وشعبا الله يوقي، شكرا جزيلا. أم إبراهيم بتصبح علينا من جرش، تحية إليك ولأهلنا وعزوتنا بجرش. سوسن حسان يسعد قلبك، غازي بتصبح علينا، ونجود وفاطمة وأم عصام بتصبح علينا، وبلال من إربد بنصبح عليك كل أهلنا وعزوتنا بإربد.
طيب احنا ارقامنا عم تظهر في اسفل الشاشات، هلا بتشوفوا ارقامنا، نسمع اصوات الناس الطيبه، اي سؤال احنا بخدمتكم، اي طلب احنا بخدمتكم، تحت الهواء بتابع اسئلتكم، ما شفتكم على اللايف، انا لي صفحات على فيسبوك ومتابعه لجميع متابعين فقره المطبخ بيوم جديد على الشاشه الام شاشه التلفزيون الاردني. بتحبوا نطلع فاصل ولا ناخذ مقادير الوصفه الثانيه؟ معنا اتصال ام علاء، خلينا ناخذها بالاول. يلا, يلا. يلا صباح الخير ام علاء. صباح النور، اهلين، كيفك خالصه حبيبه قلبي، شو اخبارك؟ كيفك يا شيف؟ ان شاء الله كويسه. انا هلا صرت كويسه لما سمعت صوتك. ما شاء الله عليك على هالطله، وما شاء الله على الاكلات اللي بتعمليها، كل شيء من احسنه. انتوا البركه، الله يخليك يا رب يسعدك. بس في لي ملاحظه صغيره اذا ممكن تسمعين. نعم ممكن، تفضلي حبيبتي. يا ريت في كل نهايه حلقه مثلا تطرحي اسم الطبخه اللي بدك تعمليها ثاني يوم، اساس الواحد انه يسجل ياخذ ملاحظات، ومثلا عرفت عليك في تعرف بتشوق انه ثاني يوم شو بدك تعملي، يكون ماخذ استعداده يعني. حاضر امرك، وتابعوا صفحاتي كمان، انا قبل بيوم بعمل شير، وكمان ممكن الوصفه وتحضروا وتطبقوا معنا، هذا المطلوب. هاي الحجة أم رداد وعائلتي بتسلم عليكي، وكثير مبسوطة من شغلك والله. تحياتنا لإلها، الله يسعدها، هي بركتنا أكيد. حبيبتي إن شاء الله على اتصالك. تديم الأمن والأمان على الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. آمين. شكرا على اتصالك. طب في معنا كمان اتصال، عبد الغني. ألو أم عبد الغني من إربد، صباح الخير. يعطيك العافية حبيبتي. حبيبة قلبي أهلا وسهلا. شو هالأكلات الزاكية والطيبة اللي بتعمليهم؟ الله يسعدك، صباحك سعيد، اهلا فيكي. امبارح والله طبقت الوصفه. نعم. اللي عملتيها امبارح اللحمه بالمرتبان. انفجر ولا ما انفجر قولي لي؟ لا ما انفجر. طبعا الحمد لله انت بالامان، معناته صحه وهنا. كيف عجبك الطعم؟ بجنن، جوزي كيف عليهم. المهم جوزك، احنا هذا هنا يا مدير الحركه. طيب ممتاز، استوت اللحمه؟ الو استوت معاكي اللحمه؟ استوت معي، بحكي لك جوزي اكل اصابع وراه. اوه ممتاز ممتاز، اسهمك عاليه يا ام عبد الغني، اهلا وسهلا فيك وصباحك سعيد. يعطيك الو. شكرا على اتصالك. معنا تعليق من ثائر عربيات، بتحكي لسليمان عويس: اوصيك يا ابني بالوطن، جاد الوطن او جف، واحمل جراحات الوطن، ثقل الحمل أو خف. أوصيك لا تجعل فؤادك للخنا محراب، حتى لو حبل المجاعة على الوريد التف. أوصيك يا ابني بالوطن. الله يسعدك ثائر عربيات، شكرا على هذه الكلمات. اليوم حكيت أنا بمقدمة حلقتنا لليوم. في معنا رائدة من عمان، قالوا صباح الخير رائدة. شكرا. فيش فاصل شيف؟ ما في فاصل، بس طلعوا لنا مقادير بالجاليري لو سمحتوا على الشاشه، مقادير الهريسه. نحكي المقادير، انا بلشت شغل عشان ما يضيع الوقت. يلا يلا، راح نستخدم 3 كوب من السميد الخشن حصرا، لا بدنا نحط ناعم ولا بدنا نحط طحين، احنا عم نساوي الهريسه هريسه شوارع، يعني الهريسه على اصولها، بعيدا عن استخدام الجوز الهند والحليب السائل والطحين والسميد الناعم. هاي هي أصول الهريسة على أصولها من أصحاب الاختصاص. 3 كوب من السميد الخشن، كوب من اللبن الرايب، أي نوع بدك إياه، لبن رايب مش زبادي. كمان رح أحتاج لنص كوب من سمنة أو زبدة، بدها تكون بحرارة الغرفة مثل المعجون مش سائلة، خليها بحرارة الغرفة نص كوب. وكمان إحنا بحاجة لطحنية حتى ندهن القاع الصينية، وربع معلقة صغيرة من البيكنج كربونات الصوديوم، وربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، واللي هي معلقة كبيرة من الفانيلا الباودر. هلأ بالنسبة للبن بدنا نحط عليه بيكربونات الصودا عشان إيش يصير فيهم، يتفور. فالكربونة هاي رح تعمل مبدأ عمل الخميرة. استني فلت إربيز دقيقة. يلا خدي راحتك. أوكي. شايفة إيش بدك؟ أنا فركت هون السميد بالسمنة، إذا تركتيه هيك بس وقت أطول بيعطيك نتيجة أفضل. أعطينا هلأ اللبن لو سمحتي، أحط لك وكمان السكر اللي هي رح نحتاج لنص كوب. أيوة بنحط اللبن الرايب. نعم خدي لي فيزا أكمل هاي لأنا سحلت. رح أنزل عليه فورا. أوكي خلص الكربونة هاي. أيوة شايفه، رح اخلطهم ببعض عشان يبلش يفور اللبن. طيب ايش بدك هلا كمان؟ هلا باقي المكونات سكر. كلها بحطها. نعم بسم الله. يس بيدك عنك.
هاي ملح أظني؟ أيوة الملح ضروري بجميع أنواع الحلويات طبعًا. لمعادلة إيش هاي؟ النكهة. رح نحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر بإيدك. بس 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 يس بعيونك. وهاي اللي هي الفانيلا. فانيلا سائلة بتخلطيها مع اللبن، ما تحطيها على السميد، ما بدي اياه يسود، تحطيها مع اللبن. هاي ايش هاي؟ هاي للوجه، خليها على جنب. اوكي هلا ايش اعمل لك؟ خلص هيك؟ بس هاي هي الهريسة سلامتك. أهل. خلصنا. عم بحركهم ببعض كثير منيح. تمام. بنصبح ايضا على امير البشير وايضا ام قصي الجبور، محمد ابو شوك، هيام الرواشفه، وتين المسعيد، بتصبح عليك تحيه ما شاء الله عليك شف علا، محمد الثوابته، بده كرشات وفوارغ شف ان شاء الله. الله كريم. انا بنقول لك الواقع. طيب اسيل بتحكي لك، بتصبح علينا وبتحكي لك بتصبح على حماتها ام علي، بتحب وصفاتك ودائما بتتابعك، وهي يعني هي بركتنا وبركتنا احنا كمان. شكرا امل بتتابعنا من فلسطين. نور برضو بتصبح علينا، رانيا، ماجده، وايضا عبد الله عواد، زين، بدها طريقه الكبسه والدقوس. رح نعملها من الدقوس، عملنا نسيبه طبعا من عن جرب، بتلاقي على يوتيوب يوم جديد فقره المطبخ. رح نحط في قاع الصينيه، هاي قياسها للي بيسال 21 22 او 21 ونص. رح نحط طحينيه مثل ما اتفقت انا وياكم، جميع انواع. شايفين وداد اكتشاف بتصبح علينا من السلطة، أم إبراهيم دامر من بتصبح علينا من جرش، أم رفيف السعودي بدها طريقة الشاورما، الشاورما عملتها الشيف وجد جد بتشهي، فأكتب الشيف على العلا طريقة الشاورما على يوتيوب، حتى لو أكلتيها مع خس زاكي برضو. أسيل الحياري بدها طريقة المندي، بتصبح علينا من السلطة، بتلاقيها على يوتيوب. طيب في معنى اتصال، ألو صباح الخير رندا. صباح خير. كيفك رندا؟ صباح الورد والياسمين، كيفك؟ تمام. كيف القعده بالدار؟ والله ما في احلى منها، خاصه والله زي هيك صح شفتي، وبعدين اكلات زاكي بضل لك الواحد يطبخ ويحط. ابدا كفي وجوهكم الطيبه. الله يسعدك يا رب. هاي شف علا معك. صباح العسل. صباح الخير شيف، كيفك؟ يا صباح الناس الحلوه والناس الطيبه وصاحبه الكلمه اللي مثل القطر. قولي معك عزيز، بس هيك حابة أتكلم عليك وأشكرك لأنك أنت إنسانة كثير فحمانة وكثير راقية وكثير كثير كثير شاطرة. يا حبيبتي أنتوا البركة، أكيد تلاميذكم أنتوا البركة حبيبتي، بنكبر فيكم والله. لديك لأنك أنت كثير شاطرة، سلمي ليكي حبيبتي. يسعدك، شكرا على اتصالك. تمام. معنا اتصال من الغور. أم الليث. أم الليث ألو صباح الخير. فصل أم الليث. ارجع. طيب. يا أم الليث. سمر بتحكي الله يسعدك، الله يسعدك شكرا. نوع الورق مستعمليته الشيف تبع مخللات. اكذب عليكي؟ متعب. ما في اخضر بالسوق؟ لا لسه غالي صراحه، انا شفت هذيك اليوم. متعب بصبح علينا، بوجه التحيه لقوات الباديه الملكيه ولكل اجهزه الامنيه، واحنا بنوجه تحيه لكل اجهزتنا الامنيه بكافه تخصصاتها اللي دائما دورها فعال بالمجتمع، واليوم شفناها زيادة وقبل يومين شفناها زيادة بالوقوف إلى جانب أبناء الوطن بهذه الحالة. دائما الجيش وأجهزتنا الأمنية بكافة تخصصاتها بالفعل عندهم الوطن والمواطن هو أغلى شيء لديهم. الحمد لله. طيب إحنا هون مدينا، خليت الهريسة، خليها نص ساعة ترتاح، ما تفوتيها فرن أبدا. هاي الخطوة، هاي من أصحاب الاختصاص، طحينية أو لبن أو أخلطي مع بعض.
أول إشي مشطناها بالماء عشان تاخد شكل مناسب. بعدين جبت لبن رايب وعم بدهن. هلأ هذا بيختفي بس رح يعطيكي لون خرافي. بعدين بجيب الصينية وبدق. عشان يطلع الهواء من الأجزاء وتكون تمام. والله نجاة القاسم تحكي صباح الورد وشكر خاص للمدرسين يوم واحد وطلعت روحنا. فهلا كل الأولاد بالبيوت مطلعين روح الأهالي. بس معلش بهمش خلينا بس هالأسبوعين وبتطلعوهم بتلعبوهم قد ما بدكم. بس خلينا هالأسبوعين يمروا على خير وهدات بال. في معنا اتصال. ألو صباح الخير. ألو. ألو صباح الخير. تعالي لي صوتك. أنا صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك ستي؟ من الموقر بتحكي معنا؟ معك إلهام من خريشة. هلا بيك ست إلهام. كيفك كاتي؟ تمام. أنت كيف حالك؟ والله تمام. أشكرك كثير كثير على برنامجك. حبيبة قلبي أهلا وسهلا. يا الله شو بحب شكلك عن جد. بحب أحضر البرنامج عشانك بس. يي الله يسعدك. شكرا. بالعكس أحرجتيني. شكرا شكرا جزيلا. يسعد قلبك. الله يسعدك. هاي شف علا معك. ألو صباح الورد. صباح الخير شف علا. أهلا ستي. هلا حبيبتي. بدي أشكرك على أكلاتك كثير كثير برنامج رائع. الله يسعدك. إن شاء الله يكون على ذوقكم وطلبكم. هذا المهم. يا رب. هلا ستي شكرا على اتصالك. كيف الأجواء بالموقر ستي؟ والله غير شكل أجواء الموقر. وكيف القعدة بالبيت هلا؟ والله هاينا منضبين حنا والأولاد. بدنا نساوي حبيبة قلبي. إن شاء الله إن شاء الله هالحالة بتمر ومنرجع زي أول وأحسن إن شاء الله. الله يسعدك يا كاتي. الله يقويك. وهلا بيك ستي. أهلا هلا بيك. طيب إحنا هون بالنسبة للوز حطينا لوز مصاص أو بدك لوز رباع بتنقعيه في ماء مغلي لحتى ما ينحرق. هذا هو السبب. والله بتحطيه في ماء مغلي. في ستات طبقوا الهريسة وانحرقت معاهم وهذا هو السبب. انحرق الفستق تحديدا يعني أو فستق عبيد مثلا. كله كله لازم. هي زي ما أنتم شايفين هي الماء. بمسكه وبعصره تمام. وبعد ما أعصره وأخلص بجيبه على صحني. ممكن أعمل وردة ممكن أحط بس بالنص. رح أعمل لكم كذا شكل وأنتي نقي اللي بيناسبك. والله حلوة. أنا عجبتني فكرة الوردة. نعم والله إنك رهيبة شيف. ممكن أخليها بس بثلاث بتلات مش أربعة. أوكي. مثلا هي كمان شكل بحطها بفرن الأوسط الرف الأوسط. هي هون شكل وهون شكل أو اللي هو الشكل المعتاد. نعيها بالماء عشان ما تنحرق. بعدين الفرن تحديدا الرف الأوسط على 180 وفقط من الأسفل فقط. بالنسبة للهريسة عيار القطر طلعوا لنا اياه على الشاشة لو سمحتوا. رح نستخدم 2 كوب ونص مقابلهم 2 كوب من الماء و2 معلقة كبيرة من عصير الليمون كله على البارد.
خليكي ضلك حركه، يدوب السكر ويتجانس مع المي، لما تحطي على ايدك بصير بدبق ربع ساعه ثلث ساعه وبتطفي الغاز، لازم يكون بارد على الاخر. بعد ما سقيتها بالقطر كلياتها حطت عليها معلقتين كبار من السمنه البلديه. لازم لا يعني علب بتنضغط اذا حطت ما بقدر على الوجه شيف، بس تدهني دهن ولا بتديريها دير السمنه؟ دهن دير اللي بدك اياه، مش حيفرق. ها حطيت لك اياها هيك وشهيتينا شيف، شايفه؟ ها حطيت لك انا قهوه تركي اليوم على زيتك معها، ما هلا بدي اشربها انا من الصبح وحالي عليها. طيب يلا هلا صبي لنا، خليني صب. اسكب صحن. بسم الله. طيب هلا احنا بدنا نسكب الكفته، الكفته اخذت معي تقريبا ساعه وخمس دقائق 10 دقائق. حمرتي وجهها؟ حمرت وجهها زي ما انتم شايفينها. بدي ارفع لكم وحده بالشوكه كمان. ها هي تمام، وراح اقسمها من النص كمان عشان تاخذوا لنا شكلها. أوه. هذه هي لحمتنا ما نشفت، شوفي لونها لأنها ما نشفت لأنه فيها زيت فيها الدهنة، فهي جوسي ومحافظة على السوائل في داخلها. هذه هي ومستوية رهيبة. نقدر نقول تفضلي يا كاثي جربي معنا عادي طبعا. صحة وألف عافية، مبارح لنا اليوم أنت أبدا. شايفين لو أنا نزلتهم هيهم رهيبة. هي عبارة عن وجبة متكاملة وفيك تحطيها وتقدميها بالشكل اللي بدك إياه. جد زاكية. نعم. طعم دبس الرمان مبين معاكي. كثير كثير زاكية. للي عاملين دايت على فكرة ما فيها كثير، فيها تشيل الدهن. الدهن يعني زيت كثير مثلا. انتي دائما بالنسبة والتناسب بطلع كثير أزكى. ممكن إعادة مقادير الهريسة، 3 كوب سميد خشن، وبرضه كمان بترجع على الصفحة بتلاقيهم، كوب من اللبن الرايب، نص كوب من السكر، نص كوب من السمنة اللي بحرارة الغرفة، وكملي عليها واطلعي وحطي عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبتلحقيها بمعلقة صغيرة، معلقة كبيرة من الفانيلا، ربع معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من البيكربونات الصودا. رح انظف صحني، اشيل هاي على هذا الجهة عشان تشوفوا كيف شكلها. ارفع لكم هون كمان حبتين، هلا الكاميرا بتاخذ لنا من الاعلى. هيك حنشيل هاي. بتاكل مع رز شيف او غماس؟ بصير. نعم نعم بصير، اللي بدها اياه الست تساوي، ما عندنا مشكله، المهم ياكلوا ب زي ما بقولوها بصحه والف عافيه. اوكي يلا انا بس راح احط تاتش خفيف على الطبق النهائي. شاركينا من معانا كمان قبل ما نختن. اوكي تعالي حطي تاتشاتك. يلا هاي خبزات بيبي، ممكن نفتحها ونساويها مثل الساندويش حيكون. افتحوها هيك وحطوا فيها. هاي فتحت لك يا سعادتك. بتصبح علينا كمان حمزة العجوري ويحكي لك يعطيك العافية. كم مدة نقع اللوز؟ يعني سؤال جميل، تقريبا أبو خمس دقائق أربع دقائق فقط لا غير. هاي القطر كمان زيادة الخير خيرين. أما العودة بدها تعمل هريسة دائما بيشتروها وما بيعملوها. بدنا طريقة الأوزي. لقمان عملنا الأوزي نحن. تمام تعالي محلي أنا حطت لك إياها. يس يا ريت. طيب في العربود. إيش هو؟ العربود. شو العربود؟ بعرفش، احكي لنا إيش هو. سوسن حبيبتي شكرا جزيلا. الحجة فريال تحكي لك طريقة تقديمك للسفرة لوحة فنية. عيونهم الحلوة بتشوف كل إشي حلو. خولة بتحكي مقدار القطر 2 كوب ونص. أوكي. سكر 2 كوب من الماء و2 معلقة كبيرة من عصير الليمون. جوجو الياس بدها تشعتشيل، التشعتشيل ترى عملناها صح؟ نعم نحط التشعتشيل
بتشوفي الوصفة. شايف أنا سويت الكريزة يس وكبول السميد. إيش هاي؟ ما فهمت ولا أنا. أشوف الكلمة هيها كبول. وكبول ممكن كعكل معها، حركي على البارد بعدين بتحطي على النار. ومعلا بتحكي لك بحب المطبخ وبحبك شوف علا. وأنا بحبك كمان حبيبة قلبي يسعدك. لا بصير نحط ثوم مع الدوالي وال... أوكي أبوح. قديش لازم تترك الهريسة ترتاح؟ نص ساعة. نص ساعة. حبيت جربت البرغل على طريقة الشيف علا وطلع بشهي. الحمد لله. اللحمة والخضرة عملتهم بالفخارة طلعوا بشهي ويسلموا دياتك. الله 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 عليهم المعدلات. اكتبوا لهم بدهم طريقة الهريسة، معلش طلعوا لنا مقادير الهريسة مرة تانية على الشاشة لو سمحتوا في الداخل. ما بيأصلوا. طبعا. جميل اسماعيل بدها وصفة اللبنية بالفول. رح نعملها وصفة خليلية بحتة رح نسويها. حاضر. أماني دحلة بنصبح عليها ومن المتابعات الوفيات والله ربنا الله. هاي المقادير طلعوا معنا اللي هم 3 كوب سميد خشن، 1 كوب لبن رايب، نصف كوب سكر، نصف كوب سمنة، 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر، 1 ملعقة كبيرة فانيلا باودر، ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، ربع ملعقة صغيرة ملح، ولوز للزينة بتنقعوا نص ساعة. أيوة برافو. سمنة بلدية. كيفني معي؟ أم أنس بتصبح عليكم. أم حبيبة جس جوردن تحكي لك فظيعة وشيعتك والأساور مقدمين. روان خريسات أيضا، دعاء عواد، وأيضا ساندي بتحكي لك أنت بدك تعملي لنا ال شو اسمه؟ نعم ال بعرف أحكي الكعك والمعمول. حاضر بنعمل صبركم علينا. اوكي جميل اسماعيل. متعب الصخري صدقني انا راح اعمل بحث واعرف بدي اعرف شو هو اللي حكيت عنه. انا راح اعمل جوجل واشوف شو هو وبنحكي للشيف علا تعمل او الشيف علا بتعملي بحث عنه. حاضر. اوكي طيب بهيك خلصنا تخيلي يكفي طبخنا بدنا ناكل. صباحكم سعيد، اتمنى لكم نهار سعيد وجميل بجمال قلوبكم وطيبه قلوبكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا من الناس اللي عليكم الصحه والامان وراحه البال قبل مني ومن كاتي. صباحكم عسل وشكرا على طيب المتابعه. كل يوم بلاقيكم بنفس التوقيت الساعه 10 صباحا عدا يوم الجمعه. دمتم بالف خير. بنتمنى لكم بقيه نهار ممتع. خليكم بالبيوت، لا تطلعوا الا للضروره القصوى. انتبهوا للتعليمات اللي عم تنزل من خلال تلفزيوناتنا الرسمية فقط. أيضا أي موضوع بيكون منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بترجاكم ما تعملوا له شير ولا تشيروه. خلي وطننا كعادته يعني حصين بأهله وبشعبه وحصن منيع أيضا كما كان وسيبقى بهمة شعبه المحب. بتمنى لكم بقية نهار ممتع ودافئ وخليكم بالبيوت واطبخوا من هاي الطبخات. إلى اللقاء. سيفوي جودة وسعر.